ترى ما هذا السؤال طبعا تتوفر بين أيدينا كثير من الأجوبة التي انتهى إليها الحوار مع المجتمع المدني، وأريد أن أطمئنكم أن هناك ترسانة قانونية تنتظر أن تعرف النور من أجل تحصين وضمان ظروف الحكامة التي تجرى فيها الشراكات بين سواء قطاعات حكومية أو المجتمع المدني، ومجال تحسين العلاقة بين الحكومة وبين المجتمع المدني في تطور مضطرد، وهي علاقة ليست مبنية على منطق المانح والممنوح، ولكنها شراكة فعلية من أجل إيصال الخدمات الضرورية للمواطنين من خلال تمويل تشريعات أو القيام بشراكات ضرورية من أجل تحقيق الاستراتيجيات التي أطلقتها العديد من مكونات الحكومة والتي ينخرط فيها المجتمع المدني، سواء من باب الترافع أو من باب تقديم شراكات بخصوص مشاريع في التنمية أو في غيرها من المجالات. سيدة الرئيسة، أريد أن أقول بأن طبعا المال الذي تدعم به الجمعيات هو مال العام ومال الشعب، لا بد أن تحافظ عليه جميع الأطراف، سواء الحكومة من جهتها أو الجمعيات من جهة أخرى. طبعا على الحكومة أن تحقق العدالة الاجتماعية، أن تحقق هذه العدالة بين الجهات، بين الجمعيات، بين كل مكونات المجتمع المدني، مهما كانت انتماءاتها الجغرافية ومهما كانت تخصصاتها واهتماماتها في الميدان. في المقابل لا أعتقد أن هناك جمعية تحترم نفسها سوف تمتنع من أن تخضع للافتحاص، لأن الافتحاص يمكننا أن نعرف تماماً أين تصرف أموال الشعب، وبالتالي فهي شراكة. شكراً، انتهى الوقت.